وقصتنا الحماعة بيت كل غمران. أذان العشاء هسه ولا لا؟ أذان العشاء هسه. جينا وقصتنا الحماية يا ناس عبيت كل غبران. كل الأوادم كل الأوادم يا أهل الطور جاي اليوم حييها. ألا يا أبو محمد يا كسواني اضلك بالبلد عنوان. لأهل الطور هالكلمة ومعانيها. للمختار أنا عمري ما كنت نسيان. لهالي الطور لهالي الطور هالكلمة وقوافيها. أو الأعمام الغريس ما مرة كنت نسيان. لغمام الغريس تحية شوق بعطيها. وللنسايب آل الهدري يظلوا بالبلد عنوان. واصحاب الغريس أواد بحييها. أولا هي كلامي وصلي على المصطفى الغدنان وحي الطور مع أربع نواحي. بدنا بعض إذنكم استراحة صغيرة عشاء وبعديها معاكم إن شاء الله في سلاون الليلة في بدوية إن شاء الله.